بسم الله الرحمن الرحيم. أورد الذهبي في ترجمة مسعود ابن محمد الهمذاني أنه كان من خيار الناس، وكان كثيرا ما يصفح عن الناس بقوله: الماضي لا يذكر. الماضي لا يذكر، يعني لو كان بينه وبين أي أحد خلاف وأتى أحدهم ليعتذر منه يقول هذه الكلمة: الماضي لا يذكر، يعني ما لا داعي تتعذر لي أصلا، أنا ناسي الموضوع ومسامحك. بعد وفاته قيل أنه رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا مسعود، الماضي لا يذكر، الماضي لا يذكر، انطلقوا به إلى الجنة. الله أكبر، هي رسالة للتسامح. قال المولى جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالله عز وجل يحب العفو.